ثمان جمعيات مدنية أغلبها متخصص في مراقبة الانتخابات تدق ناقوس الخطر، طالبت بالإسراع في تجديد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيسها الذي استقال منذ جويلية الماضي دون أن ينتخب البرلمان بديلا له. المطلب متاعنا أنه نجد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمرحلة أولى، تليها مباشرة انتخاب رئيس للهيئة، وهكا يكون عندنا مجلس مكتمل أنه نجم نحضر إن شاء الله الانتخابات التشريعية والرئاسية. وهذا يطلب زادة المجلس النواب الشعب أنه يكون معناتها في جدول الأعمال متاع شهر جانفي معناتها انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ننزل على ناقوس الخطر أنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في عندها أزمة وهي في خطر، وإحنا ندافع عليها كمؤسسة دستورية عندها مكانتها وهي الضامن الوحيد للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. عبرت الجمعيات الثمانية عن قلقها من تأجيل البرلمان خمس مرات الجلسة العامة المخصصة لترميم هيئة الانتخابات، بل أكثر من ذلك كشفت عن وجود صراعات سياسية وحسابات انتخابية حالت دون حسم مجلس النواب أمر هيئة الانتخابات. إعادة تشكيل المشهد السياسي بين الفينة والأخرى، إعادة ظهور كتل جديدة، انتقال أحزاب من الحكم إلى المعارضة، انقسامات، انشقاقات، حرب زعامات، يعني هاني أنا نحب ننتخب رئيس الهيئة قبل الأعضاء، الآخر يقولوا ليه الأعضاء قبل، تأخير عقد الجلسات الانتخابية الخاصة بالموضوع هذايا. وحذرت الجمعيات المدنية من أن الإبطاء في ترميم هيئة الانتخابات سينعكس سلبا على الإعداد الجيد للانتخابات الرئاسية والتشريعية موفى العام الحالي، إعداد يتطلب 9 أشهر وفق المواصفات العالمية ستبدأ في شهر مارس القادم بالانطلاق في التسجيل. المجتمع المدني يطلق صيحة فزع ويحذر البرلمان، ترميم هيئة الانتخابات واختيار رئيسها أولوية مطلقة، عدا ذلك تهديد لمسار الانتخابات القادمة. فتح الفلاحي، قناة ميديان تي في، تونس.